بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه، وعلى يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا قادر يا مقتدر، فأنت على كل شيء تريده قدير، وأخذك لمن خالفك أخذ عزيز مقتدر. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القادر المقتدر، وعلى آله الذي أقدرت قلبه ما لا تستطيعه الجبال فأنزلت على قلبه القرآن، وأقدرت لسانه فيسرت به كلامك بلسان عربي مبين، وأقدرته على إبلاغ وبيان ما أنزل إليه فواجه الأكوان بك حتى خرجت به من العدم واستمدت منه أسباب وجودها وهدايتها، فأضاءت به الظلمات وحيت به القلوب وأبصرت به العيون وسمعت به الآذان، صلاة تقدرنا بها يا قادر على متابعته وطاعته والقيام بما كلفتنا به على الوجه الذي يرضيك عنا، حتى نكون ممن قلت فيهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا مقدم يا مؤخر، يا من علمت المستقدمين منا والمستأخرين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المقدم المؤخر، وعلى آله الذي قدمته على الأنبياء فأمهم ليلة الإسراء، وقدمته على الملائكة فأمهم ليلة المعراج، وأخرت إبليس رأس الغواة ومن تبعه على سائر خلقك، صلاة تعرفني بمراتب الوجود فأقدم ما قدمت وأؤخر ما أخرت، ومراتب الطاعات فأقدم الأهم على المهم والواجب على التطوع، وأقدم آخرتي على دنياي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا أول يا آخر، أنت الأبدي الأزلي الباقي السرمدي الديمومي، قهرت الزمان بالأولية وقهرت الفناء بالآخرية، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأول الآخر، وعلى آله الذي جعلته أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، وجعلته فاتحا وخاتما، فهو أول المسلمين وأول العابدين وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع وأول من يدخل الجنة، وآخر المرسلين بعثا ومنهاجا، وكتابه آخر الكتب المنزلة، صلاة تكون لنا بها أول من نرجع إليه في كل أمورنا، إليك المرجع والمآب، وتؤخر أنفسنا وهوانا فلا نعصاك ونكون أول السباق إلى الخير، وتؤخرنا عن كل وصف وفعل يبعدنا عنك يا أول يا آخر يا الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تصانيفه وزواره في الدارين، آمين، وبعلومه في الدارين. الحديث 60، حديث أشراط الساعة.
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. هذه من علامات الساعة التي بيّنها النبي ونحن نعيشها، ففيها بيان أن الواقع صدق النبي، لأن النبي أخبر بهذه العلامات منذ 14 قرنا من الزمان، وما زال النبي آياته ظاهرة، وما زال كلما مر الزمان ظهر صدق هذا النبي وأنه هو أصدق الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء بالصدق وصدق به. قال عنه الله هكذا، حتى الكفار كانوا يسمونه الصادق الأمين، حتى الكفار به أيقنوا وأجمعوا على أنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول: ظاهر الحديث يدل على أن الخمس المذكورة فيه من علامة الساعة وقربها، والكلام عليه من وجوه، منها هذا العلم الذي يقبض، أول علامة قبض العلم، فبيتكلم بقى على أول علامة. هذا العلم الذي يقبض ما المراد به؟ هل المنقول وغيره؟ فنقول: والله الموفق. المنقول اللي هو العلم المبني على الوحي اللي هو السمعيات، أما غيره فهي علوم تجريبية، قاعدين كل شوية نجرب ونعمل بقى إيه اختراعات ونغير أساليب حياتنا، دي كلها حاجات تجريبية، دي مش مشكلة. فهل النبي يقصد العلم مطلقا المنقول وغير المنقول، ولا العلم المنقول الموروث عن الأنبياء والذي هو الوحي؟ هو ده السؤال اللي عايز يناقشه هذا الشيء. فنقول: والله الموفق. العلم المشار إليه هنا هو النور الذي به الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العلم إذا أطلق في القرآن قصد به الفهم ولم يقصد به المعلومة، فالعلم حاجة والمعلومة حاجة تانية. المعلومات نسميها احنا الوقت ثقافة، نقول ده فلان ده عنده معلومات، لكن العلم حاجة تانية. قد يكون عنده معلومات لكن ما عندهش فهم، يبقى عنده معلومات طبية لكن مش طبيب، عنده معلومات هندسية لكن مش مهندس، عنده معلومات في الدين لكن مش فاهم الدين، يعني يحدث هذا. عنده معلومات في القانون لكن هو مش محامي ولا قاضي ولا دخل المحاكم ولا يعرف الإجراءات حتى. يبقى ممكن الإنسان يبقى عنده معلومات وما عندهش علم. الأول نتفق على هذه لأن العلم هو الفهم، هو نور الفهم. عشان كده كان الخطيب البغدادي كان ليه كلمة لطيفة زمان كنت قريتها، إنه كان يقول لك إن ما كتب في الكتب هو رمز للفهم الذي في قلب العلماء وليس هو العلم، ده رمز بس، ولكي تفك رمزه لابد أن تأخذه بإسناده، وإلا يبقى أنت قاعد بتقرأ رموز حروف وجمل جنب بعضها، وبعدين قد تفهمها فهم غير المراد خالص. يعني تصور أنت مثلا، كان الدكتور علي جمعة أكرمه الله فكان يقول لك، يدي لك مثال، يقول لك لولا أننا خدنا العلم عن المشايخ كنا ممكن بفهمنا لوحدنا كده، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إن إحنا بعد ما نخلص القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كويس؟ وممكن يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قمتم ده فعل ماضي، يعني معناه صلي وبعدين اتوضى. ممكن عقلنا يودينا في داهية لو ما خدناش العلم بالطريقة المنضبطة اللي هي عن طريق النقل الصحيح الصريح للفهم واللفظ، الاثنين مع بعض، مش اللفظ دون الفهم، اللفظ والفهم. وعشان كده كان نقول علم الحديث ايه؟ دراية ورواية، رواية ضبط اللفظ ودراية ضبط المعنى. فالوقت الناس للأسف تهتم بالرواية أكتر ما تهتم بالدراية، ده حتى طلاب العلم يقول لك أنا هروح للشيخ أقرأ عليه الكتب الستة في شهر، برباند،
ويجيزوا تانو جاي فهم ايه؟ ما فهمش حاجة. طب ما انت ممكن تحطها على سي دي ويبقى السي دي اعلم منك، على الاقل مش هينسى حاجة. لا، مش المقصد ان انا اكر الكتاب، ده العلم انك انت تاخد الفهم اللي من خلال هذا اللفظ. عشان كده بيقول لك يقبض العلم، يعني يقبض الفهم الصحيح، وتفضل المصنفات موجودة ومناظر الناس اللي لابسه لبس العلماء كتير، العمم كتيرة والدقون كتيرة والجلاليب البيضة ما فيش احلى منها، واخد بالك، والسواكات شغالة وكله تمام، وبعدين حفظ قرآن ما فيش ما احلى من كده، يقف للمحراب ما حدش يرده، حفظ متين لا يجاوز التراق. لكن تسألوا على الفهم والتطبيق تجد دين غير اللي جابه النبي، تجد معاملة معاه وفظاظة وأخلاق غير اللي النبي جابه، اللي جاي يتم مكارم الأخلاق، فيبقى فعلا قبض العلم. فين بقى العالم اللي انت أما تتعامل معاه تتعلم من معاملته أكتر ما تتعلم من تعليقاته على الكتب؟ هي دي الحقيقة. يعني الإمام أحمد بن حنبل مرة قالوا له في راجل وراء النهر، يعني بلد بعيد عايز سفر، بيروي 3 أحاديث ما فيش غيره في المنطقة عنده إسناد 3 أحاديث. فراح سفر الإمام أحمد، لما وصل هناك قال له سلام عليكم، قام الراجل بص له كده وعليكم السلام ورحمة الله، والتفت وقاعد إيه يسقي كلب ويأكل كلب. الإمام أحمد بن حنبل خد في نفسه، بقى أنا جاي له من آخر الدنيا ينشغل بالكلب عني؟ حاجة يعني برضو تضايق، يعني زعل يعني. ففضل قاعد والراجل مشغول بالكلب ويجيب له مش عارف ايه ويغير له المية ويعمل له بتاع يجي ساعة، وين في الآخر التفت لسيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال له لعلك وجدت في قلبك شيئا علي لأني انشغلت بالكلب عنك، ولكن أخبرك حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خيب رجاء من قصده خيب الله رجاءه يوم القيامة، وإن هذا الكلب قصدني وبلادنا ليست فيها كلاب وكان جائعا، فخفت أن أخيب رجاءه فضيفته لأنه غريب. فالإمام أحمد بن حنبل السلوك ده قال له والله أنا يكفيني منك هذا الحديث وهذا السلوك، جزاك الله خير، وسلم عليه وتنه ماشي وخد الإسناد. ففين العالم ده اللي يعلمك بسلوكه أكتر ما يعلمك بكلامه؟ راح بقينا نحكي عليهم، عايز تلاقيهم تروح المقابر تزورهم، واخد بالك، يقول لك هنروح نزور الولي الفلاني. حتى الجيل الغريب ده منعنا حتى من زيارة هؤلاء، يقول لك دي شرك، يعني ايه؟ يعني قطعوا المية من جميع الجهات، لا هم فاهمين صح، ولو رحنا نزور اللي ماتوا فاهمين صح يقولوا لنا ما تزورهمش دي شرك، يعني حاجة غريبة. فالعلم الحقيقي هو النور الفهم. شوف الإمام الشافعي يقول ايه، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، اللي هو نور الفهم. فهمت بقى المسألة؟ مش معلومات كتيرة ولا برباند يعني في الكلام، ممكن يبقى مش حافظ ولا بيت شعر ولا ختم القرآن حتى، وما يعرفش من الأحاديث إلا 10 أحاديث ولا حاجات، لكن عنده نور فهم في التوكل والرضا بقضاء الله والحب الخير للناس والسعي في مصالح الناس وتقديم مصلحة الناس على مصلحته والمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعنده شفقة على المسلمين وشفقة على الخلق أجمعين ورحمة في قلبه، يبقى أفضل من 100 واحد حافظ كل الكتب وقلبه منغلق. يبقى هو ده العلم اللي يرضي ربنا صحيح. علشان كده هو الشيخ بيقول لك العلم المشار إليه هنا هو النور الذي به الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكتب لم تزل بل هي تكثر. ده المطابع شغالة للنهار يا عم، ده انت الكتاب الواحد تقول له اجيب طبعة ايه، تقول له ده نزل ب20 طبعة، ده الكتاب الواحد، فما بالك بقى. فالحكاية الحمد لله كتيرة قوي، يعني فيش اكتر من كده، واللي ما تلاقيهوش هنا تدخل على النت تنزله تحمله داونلود بقى عندك، وهو يمكن مطبوع في المغرب وانت قاعد في مصر من غير ما تسافر المغرب، تلوده يجي تلاقيه عندك، تلوده يعني تداونلوده بالطريقه المصريه، واخد بقى. فالحكايه بقت ايه؟ بقت سهله قوي،
المعلومات سهلة جدا الحصول عليها، جوجل رضي الله عنه، تخش سيرش يقول لك كل حاجة. لكن مش هو ده العلم، خد بالك ان مش هو ده بقى العلم، دي معلومات. العلم هو اللي يوصل الى الله، العلم اللي هو يبقى في الفهم الصحيح. فهمت بقى المسألة؟ هي دي المحكة بقى. وعشان كده بيقول لك هنا ايه، لأن الكتب لم تزل بل هي تكثر، لكن الفهم والعمل هو الذي قل، كما تكلمنا قبل عليه قبل في الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه: كما أن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي الحديث تاني، بل ينتزعه بقبض العلماء الفهمين. يقوم العالم الفهمين تموت، يتبقى لك العالم الحمير. هو عدم الفهم يعني ايه؟ ربنا هو اللي سماه كده، كمثل الحماري يحملوا أصفار، مش أنا اللي سميته. احنا بنجيب تشبيه قرآني، اللي هو يحمل المعلومات دون فهم اسمه حمار، ربنا سماه كده، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالعلماء تموت ويتبقى الحمير. فهمت بقى؟ دي المشكلة بقى. يبقى هو ده بقى فعلا قبض العلم. وقوله ويكثر الزلازل، فهل هذا فيه معنى من الحكمة يفهم، أو ليس لنا من طريق إلى ذلك؟ أما وجود الحكمة فيه فلا شك فيه. هو ليه بكتر الزلازل ربنا؟ أصل الناس غفلت قوي وتملي الناس. ربنا بيوري الآيات تخويف، إنما ننزل إيه؟ وما نرسل بالآيات إلا. ربنا بيخوفنا لأننا بقينا نخاف وما نختشيش. يوم ربنا يكتر الزلازل، يوم الناس تحس بعدم الأمن. والإنسان لما يحس بعدم الأمن والأمان يعمل إيه؟ يلجأ لمولاه. فإذا ركبوا البحر، واخد بالك، وغشيتهم الأمواج، قالوا يا رب يا رب يا رب نجينا. حتى الكافر، حتى الملحد، سمعت مرة من أحد مشايخي بيقول كان لي صديق ملحد أيام ما كان الإلحاد موضة في الستينيات، في الستينيات في القرن الماضي كان الإلحاد ده موضة. يعني يقول لك لا أنا، يعني هو يتباهى كده ولا كده، أنا ملحد، أنت بتصلي؟ لا 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 لا، يعني يتباهى درجة أن الناس اللي كانت تصلي كانت تصلي كده في مكان منزوي استخبى. ده أيام عبد الناصر، لأنه كان ماشي مع الروس وكان يبعت الناس يتعلموا في روسيا علشان يبقوا خبرة. فبعت ناس في جميع المجالات، في الطب وفي الهندسة وفي الحاجات العسكريات أيام الستينيات، بعتهم لروسيا يتعلموا. وكان أول حاجة يتعلموا في روسيا إيه؟ يدوهم الأول دورة في الإلحاد ويمتحن. دي يعني إيه؟ الامتحان التجريبي اللي هو لو نجح فيه يقعد هناك ويدرس. فما كانش يقول كلام الكفر ما يكملش، ولو زبطوه لا سمح الله بيصلي هناك، يلغوا ايه؟ البعثة بتاعته. تصور ده حصل الحكاية دي. يعني انا اعرف اساتذتي اللي خدوا من روسيا، طبعا لما رجعوا طبعا ضربوهم مقلب وكبروا كده، تابوا الى الله وبقوا حلوين. لكن لما رجعوا هم شباب ومسكوا القيادات، نشروا الكفر والفسق في الاماكن اللي هم فيها لحد ما كبروا وعجزوا وضحضحوا. شفناهم بقى بعد ما اتحلوا على المعاش لقيناهم حلوين، ربوا دقنهم بقى وبتاع. بس بعد ما خربها وهو عنده 30 سنه و40 سنه و50 سنه وكان يتريق على اللي بيصلي. فهمت بقى؟ فكان العك كبير. فالغفلات دي بقى، الغفله دي بيقول لك ايه الحكايه اللي بحكيها لك. كان بقى واحد من مشايخي لي صديق راح روسيا وكان رايح بيصلي نص نص، رجع بقى بيتريق على اللي بيصلي، يعني ترك الصلاه ويتريق على اللي بيصلي كمان. شوف، ويتباهى في رمضان ان يبقى ماسك فنجان القهوه والسيجاره، حتى ما بيعملهاش في غير رمضان انه يشرب فنجان القهوه والسيجاره في البلكونه، في رمضان يشربها في البلكونه، حاجه غريبه يعني. فالمهم الراجل ده بيقول لك ركبه مركب باخره، يعني مسافرين مش عارف رايحين المغرب ولا ايه، ولا بلد كده ايطالي اي حاجه يعني، مش فاكر المسافرين فيه. فحصل هيجان في البحر ومش عارف ايه، فالناس اللي في المركب كلهم بقى توضوا واحد يصلوا قدر حاجه، يا رب يا رب، راح هو اتوضى معاهم. لا بقى مفيش فايده، ما هو خلاص هنغرق، مفيش الا ربنا، دعوا الله مخلصين له الدين،
يبقى هو ربنا بيوري له انه ملوش ملجأ الا هو. يعني ايه الخلاصة؟ انه هو عمل له هيج له البحر عشان يعرفه يا تايه تعالى لي، ده انت مالكش ملجأ الا انا. يبقى ما نرسله بالايات ايه؟ الا تخويفة. في ناس كده ما تجيش الا بالمنظر ده، فهم؟ وعلشان كده كلما قربت القيامة قل العلم وانتزع الفهم وقل العمل وكثر الكلام، ودخلت الدنيا في قلوب الناس. يبقى ازاي ربنا يزلزل العالم دي ويخرج الدنيا منهم؟ يوم يزلزل لهم الارض. لما يزلزل لهم الارض كتير يوم يتوبوا، طائفة كبيرة منهم هتتوب ويخافوا. فهمت بقى؟ ادي الحكمة، ان ربنا يكتر الزلازل ويكتر يعني حاجات. شوف انت بتاع تسونامي ده اللي احنا شفناه ده، ده غريب لما جابوا صوره في التلفزيون حاجه، يعني ولا القنبله الذريه تعمل كده. يعني الميه غمرت في خلال دقائق بلاد كامله، اختفت تحت الارض. دي لما تشوفها انت كده، حتى مع انك انت احنا هنا مصر وهناك هم في اخر الدنيا، لا برضه الواحد ايه يكش، يعرف ان ربنا قاهر، يعرف ان ربنا ان في لحظه كل اللي انت فيه ده ممكن تبقى انت تحت الارض. وتحت الارض هتروح تعمل ايه؟ ما انت هتقابل ربنا، لان خد بالك الفطره مؤمنه من جوه، بس هي عليها تراب ثقافات غريبه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يهز التراب ده بايه؟ بالزلازل النفسيه دي. اما يدي للعبد مصيبه شديده تهزه، يا اما مرض شديد لواحد بيحبه قوي، او مرض شديد حتى في نفسه، يقوم يهزه الهزه دي، يقوم يرجعه تاني. لان ربنا لطيف بعباده، وهو ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان يضللنا، ده خلقنا علشان يهدينا وعشان يكرمنا. لكن لا، في ناس راسها وقلب سيف مش عايزه الكرم ومش عايزه الهدايه، يقوم ربنا اللي لاقيه بالمنظر ده يعمل ايه؟ يختم على قلبه بقى. فهمت ازاي؟ وعشان كده ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بل هو شفاء ورحمة للذين آمنوا والذين في قلوبهم مرض هو عليهم إيه؟ عام. يعني لما تبقى أنت عندك الإيمان، بذرة الإيمان في قلبك، تسمع القرآن تزداد إيمان. ولما يبقى في بذرة عامة بصيرة، كل ما يسمع القرآن يتريق على القرآن، لسه مش عارف إيه. كان عندنا دكتور في كلية طب، وإحنا كنا في سنة تالتة، الكلام ده سنة 75، كنت أنا في سنة تالتة طب في القصر العيني، وكنا بناخد مادة اسمها الطب الشرعي. فدخل كده دكتور في الإيه بيدينا محاضرة، كان من العالم إياهم اللي خد الدكتوراه بتاعته من روسيا، مدهول بقى، جاي مدهول مسكين، دهولوه هناك. فإيه دخل طالب كده ملتحي كده وبتاع، جاي متأخر، قال له مش هتبطلوا دروشة؟ جاي متأخر كمان. قال له نزعت البيت بس كنت بصلي الظهر لما أقصر مش عارف، روح دخل. قال له بتصلي كمان؟ يعني حاجات غريبة كده، عالم مخام قالوه. فالمهم قاعد يتكلم وجاب سيرة ايه حشرات ومش عارف ايه وبتاع. فقال له وقالت نملة، الواد ده بيقول له هو عايز يختبره، يعني هو عارف سمع إشاعة عنه ان الراجل ده بيتريق على القرآن، واخد بالك؟ فعايز يختبره، واد برضه ايه لئيم يعني شوية، بس عيال طلبة الطب دول خد بالك عيال بيبقوا ايه أذكياء قوي، يعني مش حتى ذكاء مكار يعني. فهو بقى عايز يفقسه قدام العالم دي كلها يعني يفضحه، واخد بالك؟ فبيقول له ده في القرآن النبل بيتكلم، واخد بالك؟ عايز يوجعه يعني. ربنا بيقول وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن. قال له مش هتبطل أساطير الأولين يا مجرم؟ رد عليه القرآن. ها؟ يعني طلع كافر. تصور بقى طلع كافر. يعني يقول هو في نمل بيتكلم. شفت المصايب اللي الناس شافتها؟ وهو ده مع دكتوراه ورئيس مش عارف قسم وإيه موال. وعربية ومعاونين وسعاء وتعظيم سلامه وهو داخل وتعظيم سلامه، وهو اصلا لا عارف الفراش اللي بيفتح له البتاع، كان راجل علامة الصلاة كده عليه راجل محترم، الفراش ده احلى منه الف مرة عند الله، واخد بالك؟ لانه مؤمن بالقرآن، مؤمن بالنبي، مؤمن بالله، متوكل على الله، راضي بما قسمه الله، يحب الخير، ولو ما عملوش يبقى ندمان انه ما عملوش.
فهمت بقى؟ فعلشان كده الواحد يقوم ربنا سبحانه وتعالى يبعت للعالم دي زلازل. قام بعت للراجل ده ايه بقى؟ ابنه في عز شبابه جاله ورم خبيث وسرطان ومصايب، وشاف ابنه بيتألم قدامه بقى ورحلات علاج قاسية. الراجل ده سبحان الله بقى ايه يعني من العباد بسبب الحكاية دي. لا ملوش ملجأ بقى، وداه جميع الاطباء وجميع مش عارف ايه وجميع ايه، قالوا له هو ملوش الا كده، اقعد ادعي له وادي له مسكنات. حتى الدكاتره تقول له ادعي له، ادعي ايه ما انا ماليش ربنا بقى، هو كان اعتقاده كده. فلقى ان مفيش بد ان يرجع لربنا، فرجع لربنا بمرض ابنه. فشفت بقى ان ربنا لطيف بعباده ازاي، يعرف ازاي يعملهم ويداويهم، بيعرف ازاي يداوي عباده. اهو ده لو كنت جبت له 1000 يكلموه ويقنعوه وهو ما عندوش اي أزمة، هيفضل كافر كده مع فرعون وهامان. يقوم ربنا يعيشه أزمة في واحد عزيز عليه يحبه ويشوفه بيتألم كل يوم، وهو راجل دكتور وأصدقائه دكاترة، وكل دول لم يغنوا عن ابنه شيء. يتصل بيهم اديله ايه، اديته كذا ولسه متألم، طب اديله كذا اديله ما فيش الا تدعيله بقى، نعمل ايه؟ فهمت؟ فالموقف كله بيقول له قول يا رب، لحد ما في الاخر الراجل انهار فعلا امام نفسه، ورجع بقى يتوضى تاني ويقول يا رب، ويخش يصلي في المسجد الكلية، وبقى حاجة تانية. بعد ما كان بيتريع على اللي بيصلوا بقى بيصلي ورا اللي بيصلوا. فسبحان الله ربنا يعرف عباده ازاي يداويهم. على اي حال هنكمل الحديث بكرة، لان احنا لو قعدنا كده نحكي لكم، حسنا انتم بتحبوا الحكاوي قوي، تاني عندنا خلف. ها؟ احنا النهارده عندنا براح، احنا ما عندناش حاجه حاد، احنا عندنا شغل وهيبقى عندنا فراغ برضو قبل الفول والطعميه، ما تخافوش. على اي حال هنقف على قوله ويكسر الزلازل. انا قلت اقول لكم كلمتين قبل ما نشوف شيخنا ابو جمر هيقول لنا ايه يعني. ربنا يكرم. يا الله. هنصلي بصلوات الاسماء الحسنى، الصلوات اليسريه بالاسماء الحسنى، عشان يعني ايه برضو تسمعوها، لان انا لسه يعني بوضعها جديد قبل طبيعتها، فاذا كان حد فيكم ليه توجيه يوجهنا. احنا ماسكين اسم من اسماء الله وبنقول معناه ومظهره في النبي، ثم دعاء بعد ذلك تطلب التعلق والتخلق. فاحنا خلصنا معاكم لحد الاول الاخر. بعد الاول الاخر في بقى الظاهر الباطن. اللهم يا ظاهر فلا يخفى وباطن فلا يدرك، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الظاهر الباطن وعلى آله الذي اظهرت محمديته وابطنت احمديته. ففي الظاهر هو امام المرسلين وسيد الاولين والاخرين، وفي الباطن هو روح الأرواح وسر بقائها. فأظهرته بألوهيتك فهو الهادي إلى صراطك، وأبطنته بربوبيتك فهو رحمة العالمين. صلاة تصلح بها ظاهري بالتخلق بالعبودية، وتنور بها باطني بالتعلق بالربوبية. فلا أرى في المظاهر إلا الظاهر، ولا أعتمد في سري إلا على الباطن. وبعدين أنهيتها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول فيه، وده حديث دعاء النبي رواه الإمام الترمذي بإسناد عن أبي هريرة. اللهم رب السماوات ورب الأراضين، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يقضي عني الدين واغنني من الفقر. دي صلاة الظاهر الباطن، صلاة الوالي. اللهم يا والي الخلق بالإحسان إيجادا وإمدادا وإرشادا، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الوالي وعلى آله الذي وليته الأكوان بالرحمة، ووليته العباد بالهداية والإرشاد، وواليته بمددك وفضلك ليسع ذلك بلطفك، صلاة توالينا بنعمك وفضلك مع التوفيق لشكر ذلك، والقيام بأعباء ما وليتنا عليه من تزكية أنفسنا
ورقابة قلوبنا مع حسن رعاية من وليتنا عليهم من خلقك، فلا نضيع من نعول يا الله يا والي يا مجيب. اللهم يا متعالي، في صلاة العلي، في صلاة المتعالي، العلي فيها معنى والمتعالي ليها معنى. العلي قبل كده احنا قلناها لكم، تحب اقراها لكم صلاة العلي الاول عشان تعرف الفرق؟ هون حمكم الله، ابقى علي صوتك وتقول الحمد لله. احنا قاعدين في الكنيسة، المسلمين اما حد يعطي تصفيهم يا ابني يقول الحمد لله بصوت عالي، انما ما يتابع عليه في الكنيسة يعطسوا ما يقولوش حاجة، انما المسلمين يقول الحمد لله بصوت عالي. خدت بالك ليه بقى ما يقول بصوت عالي؟ يوم يستفيد بتشميت ان المسلمين يدعوا له يرحمكم الله. قلت الحمد لله، قلت الحسن معنا اجيب لك المقابل، قال الحمد لله الحمد لله، قولوا له ارحمكم، قولوا له ارحمكم الحمد لله. اصله حقه علينا، حقه علينا ان احنا نقول له الحمد لله. عارف لما قال مالوش وهو قال الحمد لله يجي يطالبنا بيها ان شاء الله في اسم البوليس، يقول حقوقي، مش الناس قامت بالثوره عشان تاخد حقوقها؟ فده ممكن كمان يعمل لنا ثوره ويعمل لنا مليونيه في التحرير. احنا الوقت عايزين البلد تستقر، رحمكم الله يا عم، ولا مليونيه ولا ايوه. ولا واحد بيقرا القران وعدى عليه وقال السلام عليكم، سيب القراءه المندوبه ويرد عليه السلام الواجب بالاشاره، بالاشاره يرد بالاشاره. وكذا في الصلاه، اذا سلم عليك وانت في الصلاه تقول له بيدك، هي صلاه العليه اللي هي صلاه رقم 33. اللهم يا علي، يا من علوت في ذاتك عن المثل والشبيه، وعن المكان بعلو المكانة والرتبة، وعن الجهات بالإحاطة، فأنت بكل شيء محيط ولا يحيطون بك علما. علوت عن الزمان فكنت أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أبديا ديموميا سرمديا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العلي وعلى آله، الذي عليت مقامه فجاوز سدرة المنتهى، وعليت قدره فصار نبيا للأنبياء بالإقرار له بالنبوة وهم في عالم الأرواح، وعليت همته فلم يلتفت لغيرك، وآتيته المقام المحمود الذي انفرد به على سائر خلقك فلم يبلغه نبي ولا ملك. صلي يا ربي علي صلاة تعلي بها همتي عن سفاسف الأمور، فلا أقنع، فلا نقنع. أنا حاولها بالجمع عشان تبقى، لكن أنا كتبها بالإفراد. تعلي بها همتنا عن سفاسف الأمور، فلا نقنع إلا بأرفعها قدرا، وتعلي بها أنفسنا على شهواتها فلا تعصى، وعلى شيطانها فلا يغوينا، وعلى جسدنا فلا يردينا، وعلى حرصنا فلا نذل، وعلى طمعنا فنقنع بما رزقتنا وأقمتنا فيه، ونعلو بها عن الباطل إلى الحق، وعن الحيرة إلى الهداية، وعن الجهل بالعلم والمعرفة، وعلى ضعفنا بقوتك، وعلى عجزنا بقدرتك، وعلى فقرنا بغناك، فلا نرجو إلا إياك، ولا نستعين بسواك، بتوفيقك يا علي يا كبير يا حليم يا عليم يا الله. دي صلاة العلي. جمع أهل. ها؟ جمع أهل. لا أنا أعملها عشان أنت تقراها. أنا من فردين. حتى وإحنا بنبرضه من دراسة. يبقى أنت جمعها، ما يجراش. ما يجراش. هي جت كده، الوارد جه كده بالإفراد، أنا أعمل إيه؟ أنا ماشي مع الوارد. أصل لما يجي لك وارد حقك تمشي معاه، ما تنكفوش، لأن الوارد بيبقى رحماني. فالأدب إنك أنت تمشي مع الوارد، ما تغيروش، ده لوع. الوارد يجي لك بالإفراد تقوم تخليه أنت بالجمع، تبقى ملاوع. ربنا ما يحبش اللوع. فهمت؟ لكن إحنا مأمورين إن من أما قوم فلا يستأثر بنفسه للدعاء وإلا يكون قد خانهم، حديث كده رواه ابن ماجه. فإحنا علشان بنقوله أمام الدرس فبنقوله بالجمع، لكن هو الوارد جاي بالإفراد، عشان كده أنا هطبعها بالإفراد. أنت بقى لما تقولها في جمع يبقى اجمعها. فهمت إزاي؟ بس نيجي المتعالي بقى عشان تشوف الفرق بين العلي والمتعالي. اللهم يا متعالي عن الشبيه بآيات التنزيه، والمتعالي عن تنزيه المنزهين بألفاظ التشبيه،
فأعجزت الخلق عن إدراك ذاتك، فكان إدراك العجز هو عين الإدراك. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المتعالي وعلى آله، أعلم الخلق بالله وأخشاهم لله، وتحقق بالمتعالي في الظاهر والباطن، فأعجز الخلائق إدراك مقامه عند مولاه صلاة أتعالى بها عن كل وصف وقول يبعدني عن معالي الهمم والأعمال والأحوال. صلاة نتعالى بها عن كل وصف وقول يبعدنا عن معالي الهمم والأعمال والأحوال، فنتعالى على أنفسنا فلا تسول لنا هواها، ونتعالى على وساوس الشياطين فلا تغوينا، ونتعالى عن شبهات المشبهين والمجسمين فنغرق في بحار تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حلوة؟ صلاة البر بقى، ما هو المتعالي البر التواب كده ماشي، احنا ماشيين بالايه؟ بالاسماء، واحنا بنصلي بيها ليه؟ عشان ليلة الجمعة الصلاة على النبي ليها قدر، يعني بفضل الله لما ختمنا القرآن هنا ليلة جمعة برضه وقعدنا نصلي على النبي بهذه الصلوات، احد المصلين هنا شاف النبي بفضل الله في مسجدنا، وهذا بفضل الله علينا. فالنبي بيحضر حيث تليت صلوات عليه لأول مرة كمان، يعني دي ما تقلتش قبل كده، فعرفوا ان النبي حاضر معنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا بر يا رحيم، انت خالق البر والدال عليه والموفق اليه. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد البر وعلى آله، أبر من خلقت من خلقك بالحق وبالخلق، صلاة توفقنا بها أن نبر سيد الخلق محبة واتباعا ونصحا، وأن نبر آل بيته وقرابته وصحابته على الوجه الذي يليق بهم، وأن نكون بارين بوالدينا وأقاربنا وكل من تعامل معنا أو تعاملنا معه من المسلمين. يا بر يا تواب يا رحيم. تعبتوا كفاية؟ بس أنا بجرب فيكم. صلاة التواب، البر التواب. اللهم يا تواب، يا من تبت على أنبيائك بالعصمة وعلى أوليائك بالحفظ وعلى عبادك بالندم على المخالفات أو التقصير في الطاعات. بينا بقى مقام التوبة للأنبياء بالعصمة، ومقام التوبة للأولياء بالحفظ، ومقام التوبة للعوام بالندم. فدي مهمة للمعلومات. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد التواب وعلى آله، الذي دل العباد عليك وعلمهم التوبة من الذنوب جميعا والقيام بحق ربوبيتك وألوهيتك، فمنهم المشفق والمنيب والأواب. صلاة نتوب بها إليك بعدد الأنفاس واللحظات، ونقبل عذر المعتذر، عشان نتخلق بخلق التواب يبقى احنا كمان نقبل عذر المعتذر، لأن إذا انت قابلت عذر المعتذر ربنا يقبل عذرك، ونقبل عذر المعتذر ونحسن لمن أساء إلينا تكرما منك يا تواب. صلاة المنتقم، التواب المنتقم. اللهم يا منتقم من الذين أجرموا في حقك أو حق خلقك. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المنتقم وعلى آله، الذي لم ينتقم لنفسه قط بل يعفو ويصفح، أما إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم بالله لله، فأقام الحدود على العصاة وجاهد الكفار خير جهاد وحرض المؤمنين على القتال. دي مظاهر المنتقم في النبي، إقامة الحدود على عصاة المؤمنين وجهاد الكفار بالسيف وتحريض المؤمنين على القتال، دي مظاهر المنتقم في النبي اللي هو رحمة، لأن النبي تحقق بكل الأسماء صلى الله عليه وسلم. صلاة أوالي بها من والاك، نوالي بها من والاك، ونعادي بها من عاداك وخالف أمرك، فنكون من الهدين المهتدين، سيفا على أعدائك، سلما لأوليائك، فلا نغضب إلا لله بالله لا لأنفسنا وبنفسنا، تخلقا بأخلاق نبيك ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة العفو هي الأخيرة النهاردة، مش عايزين نطول عليه.
ما احنا قلنا المنتقم العفو. اللهم يا عفو بمحض الفضل، فتعطي الجزيل على القليل، وتبدل السيئات حسنات لمن آمن وتاب. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العفو وعلى آله، الذي عفى وصفح الصفح الجميل، وأعطى الجزيل من يد الكريم لكل محتاج وفقير، صلاة تكون سببا للتخلق بالعفو، فنعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا، ونعفو عمن ظلمنا. يا عفو يا غفور يا الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.